حياكم الله متابعينا، احنا اليوم باستضافة المصورة تهاني العصيمي، حياك الله معنا في برنامج بيوتي. حبيبتي الله يحييك. في البداية تهاني، شو اللي خلاك تدخلين عالم التصوير؟ شوفي، هو كان بروجكت تخرج، هذا وايد قلته. دكتور الجامعة هو اللي حفزني على هذه الجزئية، قال لي ان التصوير وايد حلو بلقطات وايد ما جت هي من قبل على باله ولا شافها، فقال لي استمري لك مستقبل فيها. يعني خذيت كلامه شوي بعين الاعتبار، لما انا مو وايد، بس من 2004 بلشت اشتغل على نفسي. ليمن وصلت، شلون تطورتي في المجال؟ دورات خذيت وايد وايد، مسكت الكاميرا، استخدمت عده كاميرات، تعرفت على اكثر من عدسه، جربت مع اضاءات اوت دور ان دور، دخلت مع وايد مصورين ورش تصوير عشان اعرف شلون ممكن هم يصورون، ياخذوا لوكيشناتهم، شنو اللي يحتاجونه، اخذ من خبرتهم. واكثر مصور كان مؤثر فيني هو فيصل بشر، ستايله بالتصوير وايد يعجبني لانه هو برا صندوق، فهو اللي اضاف لي وايد بعالم التصوير. شنو اكثر شيء تحبين تصورينه الحين؟ استديو. الحين اكثر شيء مركزه انا فيه على الاستديو، لكن مو الاستديو المتعارف عليه. انا افكاري بالتصوير شوي غير، ما اصورها يعني، قاعد احاول اطلع من طور الثيمات الا بس حق مناسبات معينه. اغلب بروجكتاتي تكون بالتصوير كلها شيء مو مالوف للعموم. من وين تجيبين هذه الافكار؟ يعني اعطيك اياها شلون اجيبها؟ شفتي لما نقول لك فكري برا الصندوق، كلمه الصندوق انا افكر داخل الصندوق، لحد لما فعلا في يوم من الايام سويت صندوق هنا بالاستديو، صندوق كبير، وسويت فيه ستوري، فصار كل شخص يصور اقول له عطني قصتك اليوم كله، انت شنو تسوي، وين تروح، وين تي، جدولك بشكل عام، ناخذ بس التفاصيل، وبعدها اركب لها اياها كامله على ستوري، فيصير انه هو قاعد يحاور نفسه قصه. فهذا اخر بروجكت انا بالاستديو قاعد اشتغل عليه. حلو. شلون تصفين يعني اسلوبك في التصوير؟ شو اللي يميز تصوير تهاني عن غيرها؟ يعني بالسوق احنا ندري انه في وايد مصورين مثلا، فانت شنو لمستك في الموضوع هاي؟ بصمتك وينها؟ ما اسوي نفس اللي يسوي غيري، وايد تتابعين غيرك عشان لا تسوين نفس. لا اطلع وايد من اسلوبهم بالتصوير. يعني اغلب الحين اللي انا قاعده اشوفه بالسوق الكل يبي ثيم، ما اسويها الا بمناسبات معينه، اوكي؟ هذه شغله. الشغله الثانيه السبوت لايت بالتصوير قاعد احاول اقلل منه، لان اغلب الناس قاعد تشوف ان التصوير بس كذي، هذا شو يسوي انا اروح اسوي نفسه، هذا شو يسوي انا اروح اسوي نفسه. انا ما ابي التشابه، انا قاعد الغي التشابه عندي بالاستديو، قاعد احاول اطلع بافكاري جديده، وخصوصا بالجرافيك. فكره الجرافيك بالسوق تخوف الناس، يعني انا اروح اصور على باك جراوند اخضر بعدين شلون راح يصير، فهذه تخوف. انا اقوم لا، مع بعد كل جلسه تصوير اطلب من العميل شغله واحده، اتين صور جرافيك صوره واحده اللي هي كروما، اي فانا اسويها مني لك جرب. بديت شوي شوي مع عملائي اكسر حاجز الخوف من الجرافيك، الحمد لله قدرت انجح، بس يعني احتاج اكثر بعد، لان الناس مو مستوعبه فكره الجرافيك لحد الحين. الكل خايف منها. التفريغ يعني شلون؟ هذا التفريغ كله بالفوتوشوب. انا اول شيء اشوف شنو اللي بحطه، شنو شلون بتكون الخلفيه مالته، شنو الباك جراوند ماله، شنو الفكره اللي هو يبيها. يعني تسالينهم ولا انت تفرضين رايك؟ الاثنين. الفرض يصير بعد السؤال، لانه هو يقول لي انا ابي كذي، يعني هي يصير نفس ظل وضوء. انا اساله هو شنو يبي، شنو حاب، شو الفكره اللي يبيها. اغلبهم يجوني يوروني صور ماخذينهم من الانترنت او من مصورين عالميين، فيبي كذي، وهو مو عارف ان هذا كله فوتوشوب، وهو عباله ان هذا كله هم بالاستديو مسوينه، هو جزء منه بس الباجي كله فوتوشوب، فهذه فكره ما يتقبلها. لا انا ما ابي كذي، بس هي كذي، لا انا ما ابي كذي، زين نجرب نسويها كذي، اوريك شلون تصير، مو بيكون موجود هنا وبصوره، هو ما يدري انا شو مركبه عليه، ما يشوف الاضاءات من كثر الفلاشات، فما يكون منتبه. بعد ما نخلص انا اوريه، قاعد اشرح له على الشاشه ان شفت الصوره اللي انت صورتها، الحين راح نركب عليها كذي واشغل الليارات، فيبدي هني يستوعبها ويطمئن. هني نوصل حق انه بعد، يعني شفتي هذا المداحر اللي صار تقريبا يكون في 20 دقيقه، هذه راحت من وقت جلسه التصوير، نرجع نعيدها مره ثانيه الحين بريحيه. بعد ما انا قاعد اقول له ما يصير كذي، هذا فوتوشوب، يقول لي لا يصير كذي، اذا شلون يصير كذي؟ نعم شدي. عقب الاقناع يعني. أي؟ اكيد تهاني مستمرين معك، بس خلينا نطلع فاصل ونرجع. اذا مشاهدين فاصل ونرجع تابعونا. رجعنا نتواصل معاكم، ضيفتنا منورتنا في برنامج بيوتي المصوره تهاني العصيمي. تهاني تتقبلين النقد؟ اكيد. ياك نقد؟ وايد. مو عارفين الاسلوب.
ما ألومهم لما يقولوا لي ما نبي كذي، مو حابين الفكرة هذه، أو مثل ما قلتش فكرة الصندوق، هما كان عبالهم إني أنا مسوية 15 صندوق داخل الاستديو، مساحة كل صندوق مترين بمترين. وكل منهم اللي عبالهم في ثلاث عملاء يولي كذي ان احنا نبي نفس الفكره، وين بتحطينا، وين الصندوق؟ فمو صندوق، هو صندوق واحد انا ركبه، مو صناديق. يعني انا احتاج هني حزتها يمكن سرداب طويل ما له نهايه، احط 15 طول وعرض. فهذه الفكره اللي في البدايه وما تقبلوها، بعدها وقفت تصوير او استقبال اوردرات على البوكس، قلت لحد لما انا اسوي الماركتينج مالها. ونجحنا في الماركتينج، الحين نبدي نستقبل، لان خلاص الحين الفكره صارت واضحه، لان الكواليس صارت موجوده بالانستغرام، الفكره مالت تركيب الصور صارت موجوده بالانستغرام، فالناس عرفت الفكره. الحين بديت استقبل اوردرات تصوير البوكس. ما تحسي الاضاءات شويه يعني تقنيه الاضاءات صعبه؟ لا حلوه اذا حبيتيها وعرفتي شلون تستخدمينها راح تصير وايد حلوه، لكن بتكون صعبه دائما على اللي يبي بس مو عارف. انا انصحهم وايد انهم ياخذون دورات او يتعلمون اكثر. في ناس يحبون الاوت دور علشان اضاءه الشمس، بس ترى مو كل وقت اضاءه الشمس تكون تمام، صح، خصوصا معينة. اذا البشره كانت مو اوكي. اوت دور اضاءه كاميرا هي اضاءه شمس، والكاميرا والعدسه تمام. نحتاج ناخذ معنا عواكس، عشان انا مو بكل وقت اقدر اطلع اللي انا بيه، ما اقدر اخلي الشمس تتحرك، اقدر انا اتحكم فيها بالعكس. في اضاءه ثانيه، يعني انا اطلع اصور اوت دور بفلاش، في اماكن معينه تصوير اوت دور انت تشوفينها بالعين غير الكاميرا، الكاميرا تشوف شيء والعين تشوف شيء ثاني، فانت عشان تضبطين نفس ما انت تبينه تاخذين اضاءات. في ناس قاعد يطلعون يصورون بدون اضاءات، صحيح انا ما قاعده اشوفهم، لكن يتم في عيوب، يمكن هم للحين ما صادوا هذا التكنيك، بس ممكن لي قدام راح يعرفونه. شنو المعدات اللي تعتمدينها عندك؟ كل معدات التصوير اعتمدها بشكل عام، وخصوصا الاضاءه. يعني هي الكاميرا والعدسه هذا اكيد موجود بكل استديو، لكن الاضاءات هي اللي تلعب دور بالفينشنج النهائي، يعني اطلع شويه فيه عن طور الاشياء المكرره، خصوصا اذا صار في لعب بالالوان كذا. التحديات اللي واجهتك؟ شوفي اكبر تحدي واجهني صراحه كان وايد مرعب لما اسست الشركه، ان انا الحين بواجه جمهور فيس تو فيس، فالجمهور مو كله نفس الشيء. هذا كان أكبر خوف بالنسبة لي، بس كانت معي بالاستديو صديقتي إسراء، هي اللي عطتني مثل ما نقول دورة شلون تتعاملين مع الناس، فقامت هي اللي تتعامل معهم مو أنا، يدخل عملي هي تتعامل معه مو أنا، أنا أكون من بعيد أشوفها هي شلون تتعامل. لحد لما الحين بديت أتجاوز هذه النقطة، صار بالنسبة لي الاختلاط مع الجمهور شيء وايد حلو، بس الفضل الأول يرجع لها هي، لأن هي اللي كسرت فيني هذا الخوف، كان شيء وايد مرعب، خصوصا اذا كان في عرس يصير الموضوع وايد يكهرب. صح، لانها مسؤوليه. اي وبعدين عندك لان هم حطوا الثقه فيك كمصوره، فلازم خلاص تطلعين الصور نفس ما هم يتوقعون او نفس ما هم يبون، واكثر من ما هم يتوقعون. اي فعندك تخيلي انا اكون على عين على اضاءه الفيديو، عين على الكرين، عين على المصوره مالت الفوتو، ولاني انا بس اصور عروس، فيصير هني الموضوع وايد مرعب، وانا بمشي ولابسه فيست، فسالفه ثاني فيصير شلون تكونين انت بتروحين تكلمي مصوره توترين، تنسين اصلا شو بتقولي لها. هي شوي صارت هي اللي تكلم الموجودين بالعرس، هي اللي تكلم الناس الموجوده بالحفله، فتهون علي هذا الشيء. تقريبا ل 2022 اقدر اقول لك انا هني قدرت اني انا اتعامل مع الناس، يعني معاي هي ما استغني عنها اكيد، بس انا الحين قدرت اتعامل معهم. حلو، بدون خوف. شلون تحرصين على انك دائما في تطور مستمر وابديت حق معلوماتك؟ انا عضوه بلندن سكول فور فوتوغرافر، فاتابع معهم اول باول شنو الجديد من ناحيه الاعدادات التصوير، تعديل الصور، الاضاءات الجديده، الابديتنج اللي قاعد يصير اول باول. السوق ما شاء الله مو واقف، والتطور قاعد يصير بشكل يخرع، وطلبات الناس بعد اي خياليه، طلبات الناس خياليه، هذه كلها بالفوتوشوب. كلها بالفوتوشوب، يعني صغري خشمي ضعفيني هذا المتعارف عليه اكثر شيء، بس بشكل عام لا، انا اوريهم اللي انا بطلعهم فيه، فهم يحبون هذا الشيء. يعني الحين انا صار لي سنتين فكره تصوير ثيم حق التخرج ومكفتها، فكله جرافيك، فانا الحين فرضت هذا الشيء على عملائي، فصاروا حابين، هم جايين عارفين هم شنو لابسين، ينقون اللاي اوت اللي انا مزهبت لهم اياه. وعاد تخيلي كميه اللاي اوت اللي يصير بالجرافيك،
سهل انه يكون موجود، سهل انه ينحط، بس انه لان العميل ارتاح، مجرب وارتاح. تعني الله يوفقك، واستمتعنا بالحوار معك، وكل الشكر لك حبيبتي. تسلمين. العفو. اذا مشاهدينا دائما نقول لكم في برنامج بيوتي القادم اجمل واحلى. مع السلامه.